يعني تقرير الجرائم لعام 23 عام 2023 اعتقد كانت رومانيا في المقدمه تلتها المانيا يمكن اعتقد البوسنا رومانيا المانيا صربيا صربيا سوريا في المركز السوريا. الرابع المجر تركيا سلوفاكيا افغانستان أنا صراحة ما استوقفني في هذا الرقم أن السوريين يعني تقريبا ما يصل إلى عشرة آلاف صح تقريبا تسعة الاف وشيء، 100, تسعة الاف الأفغان خمسة الاف وشيء يعني م. لاحظ مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد السوريين آه، عشرة في آلاف عشرة آلاف طبعا لا ننسى أن رومانيا عشرين ألف تقريبا ألمانيا تقريبا 17 عشر ألف كمان أرقام 17 أو ستة ألف تقريبا أربعة عشر ألف, أربعة ألف, لأن... ألف يعني وزير داخلي قال إنه يوجد سيكون هناك تجديد على الحدود تفتيش للسيارات يعني صراحة مراجعة العديد من الأشخاص الوافدين إلى أن النمسا بما فيها ألمانيا بما فيها أوروبا الشرقية يعني بصراحة مستوى الجرائم مرتفع ولكن المجموعات يعني لاحظ المجموعة العربية الوحيدة التي ذكرت في هذه الإحصائية هي السوريين السوريون تسعة آلاف وشيء لماذا طب ده يخليني لماذا؟, أروح بك لماذا؟, لسؤال تاني. لماذا لو تسمح لي لماذا تفضل هذا القصد لا لماذا فعلا هذا سؤال يطرح على المشاهد والمستمع لماذا كميه هذه هذا الاجرام الذي نشاهده من بعض السوريون حتى يصبحوا ارقاما ارقاما بصراحة يتم تداولها في الاحصاءات النمساويه يعني مستوى عنف مرتفع مستوى عنف غير مسبوق بصراحه الله اعلم صراحه يعني لو لو شويه بحث استاذ ممدوح بنشوف في بالمانيا بفرنسا بهولندا بالسويد بالمناطق اللي فيها يعني فيها كثافه من السوريين يمكن نتفاجأ لماذا هذا الش الذي سار على مجرم موجود في سوريا نظام الأسد لماذا لماذا تحول هذه تحولت هذه الثورة عنده إلى هذا العنف الذي نراه هنا في شوارع النمسا شوارع فيينا في شوارع الحي العاشر سأجعل سأكتب أفعل جريمة سيكتب لها التاريخ يعني ما هذا يا رجل ما هذا شو هذا شو هذا لما خلاص وما اللي عمل عملية حظر الأسلحة في منطقة الرويمان مع التفتيش يعني الخبر بتصور مم. جاي عن طيب انا هستلف منك لماذا؟ م -م. واسالك لماذا تزايدت في الاونه الاخيره التعليقات السلبيه اللي بتتهم بها انفجارات بالتعمد للاساءه للاجئين وخاصه السوريين؟ والله يا سيدي الكريم انا عندما يسال هذا السؤال بقول له بكل بساطه اذهب وشاهد سيدي الكريم احصائيات وزاره الداخليه، لا تسال انفوجرات ولا تسال احمد مراد ولا تسال ممدوح مكين ولا تسال اي بني ادم موجود اليوم عم يقوم معنا وعم عم يشاهدنا وعم يقوم على هذا العمل، عندما ارى هذه الارقام وكل يوم خبر ايه خبر لا بالعديد من الصحف النمساويه يعني والوكالات بما فيها وكاله الانباء النمساويه التي نستقي منها اخبارنا بنسبه لا تقل عن 80% بالمئة. أقول سوري كذا سوري كذا سوري. طب هذا الأخبار يا سيد الكريم الذي يرى أن ما نقوم بنشره اتهاما و... وافتراء وبهتانا أنا بصراحة سأوجه له رسالة وسأوجه اليوم سيد الكريم رسالة أخرى شديدة للغاية أنا أدعو كل سوري يشاهدني ويسمعني الآن أن يقوم بإلغاء المتابعة عن انفوغرات فورا وبلا تردد وبلا خوف ما لان السياسه التي سنتبعها وسنتبعها في المستقبل ستكون واضحه ومباشره واصحاب القلوب الضعيفه لا يستطيعون تحملها، لذلك ادعو كل من يشاهد هذا الفيديو الرهيب والمرعب الذي هو انا فعليا وانت ان يلغي المتابعه ويرتاح، منصه التيك توك ومجموعات الفيسبوك مليئه بمن يقدم الاخبار المريحه واللطيفه للمستمعين، فبإمكانكم إلغاء المتابعة فوراً عزيزي الكريم، ولا تتحمل أي ذنب، ولا تتحمل أي وزر، ولا تتحمل أي شيء، إلغي المتابعة وارتاح، وابحث عن الأخبار المريحة لك واستمر بحياتك، وخلينا ما. ماشيين بحياتك. احنا عندنا رسالة هنكملها ونحن آه نحن رفعنا نعم. شعار أستاذ ممدوح لنكتمل بالمعرفة، نعم بدنا هذا الشعار بدنا نكون قده، الاتهام بدنا نقوله إن كنا نحن المعنيين أو غيرنا المعني بدنا نقوله نحن صحيفة وموقع ومؤسسة ناطقة بالعربية وتعني بالبداية بالبداية بالأخبار النمساوية وخاصة للناطقين بالعربية يعني أنا بهمني الحدث الذي يعنى بالمصري والسوري والعراقي واليمني والسعودي والقطري و... أنا مالي كثير معني بالأخبار الثانية صحيح نحن ندعو الأخبار الثانية تبع يعني أي أي جريمة أو أي قضية صارت ننقلها بكل كامل بكل 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 أخبار ولكن في نفس الوقت نركز الضوء أكثر على الناتق على 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 الجاليات العربية ما نحن شيء ناطق بالعربي شو بدك يعني يجيب لك أخبار أخبار صربيا ولا أخبار رومانيا ولا أخبار شو طبعا ها بنجيب هاي الاخبار بس لا. لا يعني ما بنجيبها بس اكيد نحن معنيين بهذه الشريحه من المجتمع وكل من يو... وكل من يتحسس من هذه النوعيه يلغي المتابعه يرتاح صدقني لا انا لا انا انا مالي مستفيد انت مستفيد شيء سيدي الكريم من وجود 10000 متابع اضافي او نقصان 10000 متابع اضافي لا انا مستفيد لا انت مستفيد نحن نقدم معلومه من يريد ان يتقبل المعلومه كما هي الموثقه الموثقه والمؤكده فليستقبلها اللي ما عاجبه يرتاح نعم اللي ما عاجبه يرتاح بما اننا الخبر وليس صانعين الخبر معلومه غلط نتحداه تحدي نتحداه تحدي ان يثبت ان هذه المعلومه غلط لانه مخطئ عن شوف سيدي الكريم لا يعني نحن نخطئ نخطئ ونصيب ولكن لا. عندما نخطئ نحن جريئون جدا بالاعتراف بالخطا ولكن ان يكون كل يوم والثاني افتراءات لا لا, لا لا غير معروف من وين جاي لا بصراحه هذا هذا اعتداء لا. الغي المتابعه وريح راسك لا. عزيزي.